أنا عايزة أعرف بتتحط من فيه حضرتك نقطة الخروج. أخيرة يا دكتور. مع زيادة الأعداد بهذه الوتيرة وهذا الشكل، الحقيقة بدأ في أصوات تخرج متعلقة بإعادة الغلق مرة أخرى كما كان في بداية الجائحة، إن إحنا نكون شبه إغلاق، إنه الصيدلية والسوبر ماركت بس مثلا على سبيل المثال يكونوا مفتوحين. هل في حديث في هذا أو من هذا النوع، ولا لا يوجد حديث عن هذا الآن؟ بص حضرتك، كل الاحتمالات واردة طالما ان الامور بتاخد درجات مختلفة ومتعاقبة، وبالتالي كل الاجراءات الوقائية والاحترازية هي متخذة، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوات والمراحل، لكن لابد من الجميع ان هو يكون عند مستوى المسؤولية، بحيث ان احنا كلنا نتعامل مع هذه الجائحة بالحزم والحسم اللي مفروض يتم التعامل بيه، لأن دي أرواح ناس، وبالتالي لابد أن الجميع يكون حريص على هذا، ويكون مطبقين التباعد الاجتماعي بالشكل الكافي، سواء كنا في مقاهي أو كافيهات أو مطاعم أو غيرها أو دور مناسبات، وطبعا ما فيش أي تظاهرات لدور المناسبات في الفترة الراهنة، وبالتالي الجميع عليه أن هو يتوخى الحذر الشديد ويحافظ على نفسه.